مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الدرس الجديد الذي سنتعرف فيه على التطبيق المسمى بالتيلين ويندوز ماناجر اي 3 و الشيل المسمى بالتيليكس والترميناتور. مثلا نقوم هنا بإطلاق شيل خاص بإكس اف زيرو هكذا. هنا كما تلاحظون نقوم بإنشاء ترمينالين باستخدام تابولاسيون هكذا، إلا أن المشكل في هذا الترمينال أنه فقط يمكننا من إنشاء إما ترمينال جديد هكذا أو تابولاسيون. مثلا إذا كانت عندي الحاجة لتقسيم هذا الترمينال إلى تقسيم الشاشة إلى قسمين، ومن ثم تقسيم هذا القسم إلى قسم آخر، فهذه الترمينالات أو محاكيات الشل لا تمكننا من القيام بهذا الشيء، فوجب تنصيب ترمينال يمكننا من القيام ب ترمينالتور بتقسيم الشاشة إلى قطع صغيرة في نفس الشاشة. مثلا هنا الترمينالتور كما تلاحظون يمكننا من تقسيم هذه الشاشة إلى قسمين، ومن ثم تقسيم أحد الأقسام إلى قسم بطريقة أفقية أو عمودية إلى آخره. لتنصيب هذا الترمينال تذهبون إلى مدير الحزام الخاص بالتوزيع لديكم، أو من خلال الشيل باستخدام التعليمة الخاصة بالتوزيع الخاصة بكم، مثلا أوبونتو أبت جيت والأرش باكمان والفيدورا دي إن إلى آخره. مثلا هنا تكتبون ترمي ناتور، كما تلاحظون فهو أصلا منصب ويقول لي بالفرنسية permet d'avoir plusieurs terminaux en une seule fenêtre، أي يمكننا من القيام بإطلاق العديد من الشل في نافذة واحدة. هنا تذهبون إلى البحث عن التطبيق، نفس الشيء بالنسبة لأوبونتو وغيرها من التطبيقات، وتقومون بإطلاق ترمينال المسمى ترميناتور. كما تلاحظون فهو يبدو ترمينال عادي للوهلة الأولى، فعند الضغط على الزر الأيمن للفأرة يمكنكم تقسيم الترمينال بهذه الطريقة. الآن هنا سأقوم بمان ls، وهنا مان كريبت سيتاب مثلا، وهنا سأقوم بفتح شيء معين. كما تلاحظون فهو يمكننا من الرفع من مردودية العمل داخل نظام اللينكس باستغلال نفس النافذة واحتوائها على العديد من شيل هكذا. يمكن أيضا تقسيم هذه النافذة بعد الخروج من التطبيق إلى نافذتين أصغر بهذه الطريقة إلى ما لا نهاية هكذا. فالترميناتور يرفع من مردودية المطور أو مستخدم أنظمة اللينكس بهذه الطريقة. مثلا إذا كنا نريد تقسيم
الشاشة إلى 6 أقسام. نبدأ بتقسيم الشاشة إلى 3 أقسام هكذا، ومن ثم تقسيم كل قسم إلى قسمين، كما تلاحظون. ونستغل كل تيرمينال للقيام بعمل معين، هذا من جهة. هناك أيضا أحد محاكيات شيل المسمى بتيليكس، فالتيليكس يمكننا أيضا من القيام بهذا الشيء، إلا أنه جد متطور مقارنة مع ترميناتور. لتنصيب التيليكس تذهبون إلى مدير الحزام أو التعليم الخاصة بالتوزيع لديكم في الشيل، وتكتبون تيليكس. كما تلاحظون فهو تيلين تيرمينال إيميلاتور، فالتيلين هذه الكلمة تعني الزليج، أي تقومون بترصيف النافذة بالعديد من الشيل حسب رغبتكم. التيل، فعند البحث عن هذه الكلمة كما تلاحظون فهي بالفرنسية كارو، وبالعربية فهي الزليج، أي أن التيلين ايميلاتور او تيلين ويندوز مانجر يمكنكم من تقسيم الشاشة الى العديد من الترمينالات. فهذا هو الشيل المسمى بتيليكس. نفس الشيء هكذا، الا ان التيليكس يمكننا من انشاء العديد من فضاءات العمل. ففضاءات العمل او الوركشوب هي فضاءات مستقلة بذاتها كما تلاحظون. نقوم بتقسيم الفضاء الثاني بهذه الطريقة، والفضاء الثالث بطريقة أفقية، ومن ثم نستطيع الانتقال بينها بسهولة. مثلا هنا نقرأ مثلا شيء معين، كريبت سيت اب، عفوا هنا نقرأ ترمينال الخاص بتعليمة معينة مثلا، وهنا قم بإطلاق البايثون، وهنا نود جي اس إلى آخره، وهنا مثلا قم بإطلاق الأشطوب. إلى آخره. كما تلاحظون فالتيلين يمكننا من زيادة المردودية باستخدام نفس النافذة للقيام بأشياء متعددة. هناك أيضا مدير النوافذ المسمى بالإتخوا، فالإتخوا ليس فقط تيرمينال، ولكن هو عبارة عن مدير النوافذ، وهو أيضا من نوع تيلين ويندوز مانجر، فهو يعوض مثلا واجهة الإكس إف سي، إلا أنه فقط عبارة عن تيلين ويندوز مانجر كما تلاحظون هنا. هناك دروس مطولة حول الإتخوا على الإنترنت، وسنقوم باكتشاف الإتخوا في الدرس الثاني من التيلين ويندوز مانجر، وشكراً.